السلام عليكم، أنا سعيدة بوجودكم معي اليوم. شكراً لرجوعكم لمشاهدة وصفة جديدة مع طيبة. أنا أشكركم على دعمكم الطيب وتعليقاتكم الطيبة التي تفرحني فعلاً. شكراً جزيلاً، دمتم صديقاتي. اقتراح اليوم شتوي بامتياز. اقتراح اليوم عبارة عن مخبوزات أو كعك طري بدون عجن. هذا الكعك مناسب جداً مع قهوة أو شاي. طيبة تتمنى لكم فرجة ممتعة للجميع. يمكنكم إيجاد كل المكونات والمقادير في صندوق الوصف. لنجاح أي وصفة يجب اتباع دائما المقادير وطريقة التحضير أيضا. نخفق البيض مع السكر جيدا. نخفق المكونات السائلة جيداً. أضيف الدقيق الأبيض حتى أتحصل على عجينة طرية. هذه العجينة لا تحتاج إلى عجن. أتركها تختمر مدة حوالي ساعة. أنا أقضي وقت ممتع في تحضير هذه المخبوزات، وأنتم؟ أتمنى أنكم تقضوا وقتا ممتعا معي. نشكل الكعك بهذه الطريقة الموضحة.
طريقة تشكيل الكعك سهلة جدا، أليس كذلك؟ نتركها تختمر حتى يتضاعف حجمها. يوضع في الفرن على 180 درجة حتى يحمر. رائحة الكعك شهية فعلاً. أجواء شتوية بامتياز. خفيف وقوامه قطني. ممتاز. هذا الكعك مناسب مع كوب قهوة أو شاي أو أي مشروب ساخن. والآن لم يبقى لي سوى أن أشكركم على المتابعة. شكرا جزيلا. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل فيديوهات طيبة. دمتم سالمين والسلام عليكم.